وصفتي النهاردة للأطفال اللي شعرها هايش واللي شعرها ما بيطولش. هقول لكم على كذا وصفة تحفة لشعر الأطفال. الوصفة الأولانية، بنجيب نص حباية من الأفوكاتو ومعلقة كبيرة من الزبادي ومعلقة كبيرة من زيت الزيتون، نضربهم على بعض كويس جدا. أهم حاجة اللي احنا نضربه في الخلاط كويس جدا لحد لما نلاقي الماسك معانا يبقى كريمي. بناخده بقى وبنحطه على الشعر البنوتة بتاعتنا من أول الطرف الشعر لحد آخره، وبعد كده بنحط الماسك كله على الشعر. وبعد ما حطينا الماسك بنحط كيس بلاستيك أو بنيه حسب المتاح عندنا وبنسيبه ساعة على الشعر، والطريقة دي بتستخدم مرتين في الأسبوع. أهم حاجة تستمروا عليها علشان تلاقوا نتيجة فعالة. وأهم حاجة برضو الشامبو يكون شامبو أطفال، شامبو أطفال يكون فيه زيت الأرجان أو زيت الجوجوبا. الوصفة التانية بقى اللي هي بتطول الشعر وبتمنع تساقطه وبتحافظ على الشعر وبتكثف الشعر وبتخلي بصيلة الشعر كثيفة وتقيلة، عبارة عن ايه بقى؟ زيت الزيتون وزيت الدوم، نحطهم الاتنين على بعض وندفيهم على النار في حمام بخار أو في ميكرويف. أهم حاجة نخلي الزيوت دي دافية، وبنحطها على فروة بنوتتنا مع تدليك، نحطها على فروة الراس مع التدليك، تدليك كويس جدا للشعر، ونسيب الزيوت دي لمدة ساعة على الشعر، ونلفها برضو ببنيه أو بكيس بلاستيك حسب المتاح عندنا. والطريقة دي برضو بتستخدم مرتين في الأسبوع. استمرتوا عليها هتلاقوا نتيجة مبهرة. وعايزاكم كمان تعملوا لو مفيش زيت الزيتون أو زيت الثوم، زيت الجوجوبا بندفيه برضو على النار أو في مايكرويف، ونفس الطريقة بتاعت زيت الزيتون والثوم. استمريتوا على الوصفتين دولت هتلاقوا نتيجة مبهرة لشعر بنوتك. وعايزاكم كمان أهم حاجة التدليك يوميا، تسريح الشعر يوميا علشان تلاقوا نتيجة فعالة. استمريتوا على الطرق اللي أنا قلت عليها دي هتلاقوا شعر رهيب. وتاني حاجة عايزاكم تجيبوا دهان للشعر كويس جدا للأطفال، هو كريم بندولين. كريم بندولين تحفة. ليه بقى؟ علشان فيه من زيت الأرجان وزيت الجوجوبا. جربوا الطرق دي وهتدعولي.